I have nothing clever to say. هن go very down to the basics للإمرجنسي روم وحالات الديابيتك كيتو أسيدوزيس وإيه learning moments من النيو guidelines بتاعة البريتش سوسايتي أوف بيدياتريك ديابيتس. دي الجايدلاينز اللي أنا هتكلم عنها النهاردة وآخر أبديت ليها في 2020. هل دي الجايدلاينز الوحيدة؟ لا. هل الباقيين وحشين؟ لا. هل الباقيين حلوين؟ مشكلتنا في الامرجنسي انه هاف تو ستيك تو وان بروتوكول من اوله لاخر، ما نشكلش. تمام. فانا يعني هعرض البريتش سوسايتي، واحنا شغالين بهذه المدرسه في المنصوره من 2004 with extremely low morbidity and mortality. شويه جنرال رولز في الدي كي اي عموما خصوصا لزملائنا الشباب، ما تمشيش حاله متشخصه دي كي اي، اكسبت اول ريفيرلز، ايرلي سينيور كونسلتيشن، و الدي كي اي بيموت. حد مات معاه حاله دي كي اي؟ ارفع ايدك. ده كتير ما شاء الله. يعني ليت اسهوب ان احنا بعد المحاضره دي ده ما يحصلش تاني، انما اتس ا سيريس إلنس. حد عنده دايابيتس امتى اشخصه انه عنده دي كي اي؟ البي اتش اقل من 7.3، باي كارب اقل من 18، ريسنتلي بقت 15، اند كيتونيميا. الزملاء المسؤولين عن المستشفيات محتاجين ان احنا ندخل ميجرمنت اوف البلاد كيتون ليفلز. طب ما عنديش، ما بعرفش اقيسه. 2 بلس اوف كيتونوريا ار enough for diagnosis، ولكنهم ما ينفعوش في الفولو اب. ما حدش يجي يقول اقعد اعمل كذا لغايه ما الكيتون بوديز تختفي من اليورين، ده خلاص خلصنا منه. ماشي الحال. يبقى الكيتونوريا 2 بلس او فوق useful for diagnosis but not for monitoring. ايه اللي حصل في 2020؟ هم بسطوا الدنيا، ولو عايزين نلخص التشينج اللي حصل في 2020 عن 2015 هو more fluidless insulin. في كلمتين يعني، المحاضرة دي لو عايزين نلخصها في كلمتين، more fluids less insulin. وهنشوف بالظبط، لان احنا زملائنا اللي سمعوا مننا المحاضرة دي على الجايد لاينز القديمة هيزعلوا مننا، لان احنا هنغير كتير في الكلام. الشرايح اللي باللون ده هتبقى 2015، و2020 هتبقى باللون الاخضر. كنا في 2015 بنقسم 2 grades بس حسب البي اتش، في 2020 بنقسم مايلد ومودريت وسيفير. السيفير البي اتش بتاعته اقل من 7.1 او البايكارب اقل من 5. المودريت من 7.1 ل 7.2 او البايكارب اقل من 10. المايلد بي اتش من 0.2 ل 0.3 او البايكارب اقل من 15. ايه اهميه مايلد ومودريت وسيفير؟ هتيجي معانا لان ليها علاقه بالتريتمنت. هنقف كل شويه كده مع صوره حد من نجوم السينما ونشوف ايه علاقتهم في الاخر بالدايابيتس. مين؟ العلامي عمر الشريف. طب ده مين؟ يس، بيتر اوتول. جماعهم ايه طيب؟ لا، جمعهم لورانس اوف اريبيا. الدايابيتس هيجمعهم قدام شويه. حلو. جمعهم فيلم لورانس العرب. هنعرف ايه علاقه ده. هناخد الجايد لاينز من خلال كيس سيناريو بحيث ان احنا نابلاي واحنا ماشيين. مش هنقرا كتير، بس طفل 3 سنين 15 كيلو جايب كلاسيكال مانيفستيشنز اوف دايابيتس ريسنتلي او ريسنت اونست دايابيتس ل 10 ايام، راح للجي بي كتر خيره، دايجنوزد دايابيتس، وقام مديله 20 يونت اوف انتراماسكولار اكت رابيد اللي هو الرابيدلي اكتنج انسولين، وبعته للمستشفى. بيحصل كل يوم، سيناريو شهير.
مش هنقرا كل هذه الارقام، بس هنرجع لهم حته بحته لما نحتاجهم. ندخل الولد ده ولا ما يدخلش؟ يدخل. يدخل فين؟ نرجع تاني. هو احنا طبعا الرينج ادمشن، امتى لازم العيان يدخل اي سي يو؟ اللي اقل من سنتين والسيفير. السيفير بقى ده هنا اهميه، ان احنا قلنا ان السيفير اللي البي اتش بتاعته اقل من 7.1 او البايكار بقى اقل من 15. طب لو ما عنديش بي اي سي يو، يو كان مانج اون ذا وورد. بشرط ايه؟ بشرط انه يبقى 1 تو 1 نيرسينج. ما عنديش مشي كويس. عالي دايابيتك بقاله قد ايه؟ 10 ايام. ما جاتش على ساعه الترانسفير في الانيشيشن اوف تريتمنت بحيث انه ياخد الكير بتاعه صح. وانا بقى الرينج الادميشن، اي هاف تو ستارت الامرجنسي روم مانجمنت الاي بي سي. مش هقف كتير عند ان علي كان كوفينج بلس بلس بلس، وكون انه كوفينج معناه ان هو بروتكتنج الاير واي. ده كان البلاد جازز بتاعت عالي، بي اتش في الارض، البايكارب 6، السي او 2 12. وود يو انتيوبيت علي؟ ليه؟ بس الكونشسنس ليفل بتاعه الجي سي اس بتاعه 7، وهم قالوا لنا لاي 8 وانت نازل مش كده. حكايه 8 دي عايزين ننساها مع الدي كي اي. ليه؟ لو خدنا المعادله الشهيره بتاعتنا هندرسون هازلباخ ايكويشن، البي اتش قليل جدا نتيجه ان البايكارب قليل، وحاول السي او 2 ينزل علشان يكمبنسيت. نزل لفين السي او 2؟ ل 12. ده كومبنسيشن كان كافي ولا لا؟ ما كانش كافي. بات يو كان نيفر ماتش. يعني انت لو خدت الاير واي بتاع العيان ده في ايدك، انت مش هتعرف تفنتليت للسي او 2 12. فايه اللي هيحصل للبي اتش؟ هتنزل اكتر. ما عنديش بحبوحه للنزول. كل ما هيطلع لنا الراجل البروفيسور اللطيف ده هيبقى عندنا ليرنينج مومنت، والليرنينج مومنت الاولانيه بتاعتنا از كيرفول وذ انتيوبيشن. ما تطبقش عليه قاعده الثمانيه دي بليز. احنا في 2021، احنا اخر عيان في المنصوره انتيوبيتد وذ دي كي اي فات عليه 15 سنه. ماشي الحال. البريذنج ده كان البريذنج بارامترز بتاعته ولد هايبوكسيميك، فطبعا على طول نحطه على الهاي فلو نيزل كانيولا او الهاي فلو فيس ماسك اوكسجين. السيركيوليشن بقى نقف عندها شويه. الطفل اول ما يدخل الهاي فلو فيس ماسك اوكسجين، تو لارج كانيولاز، واحده منهم هاخد منها الانفستيجيشنز دي، البلاد جلوكوز، يوريال فينوس بلاد جازز، والكيتون بوديز لو متاح. فينوس بلاد جازس ولا ارتيريال؟ مش هتفرق. الفينوس وود بي از جود از ارتيريال طالما انا بتعامل مع حاجه ميتابوليك ما فيش فيها ميجور ريسبيراتوري كومبوننت. كويس؟ يعني بلس اوكزيمتر مع فينوس بلاد جاز اقدر امانج كويس. لازم احطه على مونيتور. خلي بالكم ان دايما الولاد دول عندهم ليكوسايتوزس، والليكوسايتوزس فيهم مش مؤشر للانفكشن. الاسيدوزس نفسه بيعمل ليكوسايتوزس. دي السيركيولاتوري بارامترز بتاعت عالي. فور ايج، تاكيبنك، تاكيكارديك وذ سمول بالس فوليوم، برولونجد كابيلاري ريفيل تايم. عالي شوكد ولا مش شوكد؟ عالي شوكد. كويس؟ ده كويس جدا. اللي قال البلاد بريشر 120 70،
you can be shocked with a normal blood pressure. قاعدة عامة في البيدياتريك emergency. You can be shocked with normal blood pressure. The last thing هو الهايبوتنشن. في 2015 عالي كان هياخد 10 ملي بير كي جي نورمال سلاين فور شوك. في 2020 الالوان مش فارقه، عالي هياخد 20 ملي بير كي جي فلويد بولس فور مانجمنت اوف شوك. احنا قلنا المحاضره في كلمتين كانت ايه؟ مور فلويدز ليس انسولين. فده اول فرق ان هو هياخد 20 ملي بير كي جي. بي كيرفول وانت بتحط ليبل شوك على عيان دي كي اي. ليه؟ العيان ده هايبر اوزمولر، يعني البلاد جلوكوز بتاعه معلي البلاد اوزمولاريتي بتاعته فين؟ في السماء. وبالتالي الفلويد شيفت حاصل من الانترا سيلولار للاكسترا سيلولار، وبالتالي البلاد فوليوم بتاعهم بريزيرفد. فريرلي شوكت، الولاد دول ريرلي ان هم يبقوا شوكت. احنا عملنا عالي شوكت فقط علشان نحط التريتمنت اوف شوكت، بس ريرلي الولاد دول شوكت. مهم قوي ان احنا ننشور الريستوريشن اوف انترافاسكولار فوليوم. سيبك من 2015، احنا كنا بنقول زمان ما تديش فلويد بولس انليس شوكت، ما تديش فلويد بولس انليس شوكت. 2020 قال لا، لو شوكت اديله 20، لو مش شوكت اديله 10. يعني رجعنا تاني ندي ايه؟ ندي الفلويد بولس حتى لو مش شوكت. طب ايه اللخبطه دي؟ تعال نشوف السلايد كلها على بعضها. يبقى لو شوك ده هديله بولس 20 ملي على 15 دقيقه. طب لو نوت ريزولفد اديله 10، نوت ريزولفد اديله 10، توتال كام؟ توتال 40. بعد ال 40 انوتروبس، 20 10 10 انوتروبس. طب لو نوت شوكت اديله 10 بس اوفر 1 اور، مش على ربع ساعه. طب في فرق تاني، في فرق تاني ان الشوكت هياخد البولسز بتاعته فوق الديفيسيت. اللي مش شوكت هياخد العشرة دول من الديفيسيت. واضحه؟ كلهم دي هيدريتد طبعا. احنا دلوقتي في مرحله اللي هي مانجمنت اوف شوك. الديفيسيت هنجيله دلوقتي، الديفيسيت اللي هو الديهايدريشن اللي اوريدي موجود. ده النقطه اللي قلناها انه لو شوكد البولس ما بيطرحش، لو مش شوكد البولس ايه؟ بيطرح. علي خد الشوك بتاعه وعملنا له مونيتورنج. خدوا 2020 ولا 2015؟ لا خدوا 2020 بعد، احنا في 21. انتوني كوين، عمر المختار، وزوربا اليوناني. برضه هنشوف ايه علاقه زوربا اليوناني بالديابيتس في الاخر. اللي هيعرف يربط الحاجات دي الدكتور وائل بحبح هيديله 1000 جنيه. ندي ايه فلويدز بقى عشان نشوف موضوع الديهايدريشن ده؟ ندي قد ايه فوليوم وندي ايه تايب؟ احنا زي اي فلويد احنا بندي ديفيسيت وبندي مينتنانس، بس بندي الديفيسيت على يومين لان القاعده العامه از سلو ريهايدريشن. المعادله اللي تحت دي بتلخبط الناس. احنا هنظبط البامب على كام ملي فير اور؟ الدنيا بسيطة، مينتننس زائد نص الديفيسيت واقسمه على 24، أو 2 مينتننس زائد الديفيسيت واقسمه على بالظبط، ما فيهاش قضية كبيرة. 2020 قالوا إن
حسب مايلد مودريت سيفير احنا هنحدد الفلويد ديفيسيت. يعني ما فيش كلينيكال اسيسمنت للديجري اوف ديهايدريشن. ليه؟ الاسباب كتير، يعني اللي عايز يعرف ليه ممكن نتكلم بعد كده. يعني حتى الديب بريذنج جزء من الاسيدوزس مش جزء من الديهايدريشن. التاكي كارديا جزء من الاسيدوزس. يعني شويه بارامترز اللي بنحدد بيهم الكلينيكال ديجري اوف ديهايدريشن بيبقوا عندنا هنا متلخبطين. عشان كده هنحدد الديفيسيت مباشره من هو مايلد مودريت ولا سيفير. لو مايلد 5% مودريت 7 سيفير 10. واحنا بنعلم نفسنا ان ال 5% يعني الديفيسيت بتاعه كام؟ 50 70 100 ملي بير كي جي. يبقى ده الديفيسيت خلاص. هنحطه في خانه من الثلاثه. برضو ما زلت مش عارف هو بيروح قدام ولا ورا. يبقى احنا هنحطه في خانه من الثلاثه وهنتعامل مع الديفيسيت بناء على ذلك. طب المينتنس هجيبه منين؟ من وزنه. 2015 كانت القصه معقده جدا. كان شغلانه كده ومن كام لكام اضرب في كام وتلاقي فيه طلع 55 وبتاع. 2020 الدنيا بقت سهله ورجعونا للمعادله بتاعتنا القديمه اللي اول 10 كيلو 100 ملي لكل كيلو. مبسوطه الدكتوره ساميه كله من فات قديم وتاسع. بس مش هنرجع لكل القديم. اول 10 كيلو 100 لكل كيلو، ال10 التانيين 50، بعد كده الكيلو ب 20 ونجمع. بس خلي بالكوا هنا مع زياده الاوبيزيتي بين الاطفال حطوا لنا هنا تك ان ما فيش طفل وزنه يبقى أكتر من 80 كيلو وريهايدريت تو ذا ايديال ويت نوت تو ذا اكشوال ويت اف ذا ويت از اباف ذا 97th سنتايل فور ايج. ليه؟ لو الطفل وزنه كبير فات الفلويد اللي انا بديه ما بيروحش في الفات، ففي حاجه اسمها الفوليوم اوف ديستريبيوشن. فانا بريهايدريت الانترافاسكولار كومبوننت والميه اللي انا بديها ما بتروحش للفات، فما ينفعش ان انا ادي للفات نصيب من الميه لانه مش هياخد. يبقى الطفل الاوبيز اديله على الماكسيمم ايديال ويت. اوكي لو عند حضرتك جايد لاينز كامله بتحسب على السيرفس اريا امشي معاها، ما عندناش هنمشي مع الجايد لاينز بتاعت. انا مش هقف عند الكالكوليشن فرقت ايه من 15 ل 20، بس هو واضح انه الفلويدز هتبقى اكتر على النيو جايد لاينز. البروفيسور هيقول لنا ايه في الليرنينج مومنت نمره 3 بتاعته؟ هيقول لنا ان الفلويد بولس ان بريزنس اوف شوك ما تطرحهاش، وهيقول لنا انه سلو ريهايدريشن الديفيسيت على 48 ساعه ودونت ريبليس اليورينري لوسز. يعني عند ابو اليوريك وقاعد يجيب لارج اماونتس اوف يورين اجمعهم والفهم واديهم له؟ لا، هم معمول حسابهم اصلا في المعادلات اللي موجوده. ليه سلو ريهايدريشن؟ قصتنا الشهيره. لو قلنا ان المربعات الزرقاء دي هي الجلوكوز، لو زاد الجلوكوز في البلد تبتدي الاوزمولاريتي تزيد، ريسك اوف ووتر شيفت من البرين، يحصل برين ديهايدريشن. البرين ما بيحبش كده، يبتدي البرين يدافع عن نفسه، يبتدي يكون في الاول شويه سمول مولكيولز ايزيلي موفابل الكترولايتس، ولما يلاقي القصه هتطول يبتدي ريبليس الالكترولايتس دول باورجانيك اوزمولز تقيله حركتها مالها صعب. يجي الطبيب المتحمس يعمل ايه في البلاد جلوكوز العالي ده؟ عايز ينزله بسرعه. لو نزله بسرعه تقلب الاوزمولاريتي لصالح وبالتالي يحصل برين إديم. علي ما ماتش من الديابيتس ولا من السيفير كيتو أسيدوزس بقاله 10 أيام.
بس المتحمس يقدر يموته في قد ايه؟ في 10 دقايق بعون الله. ده مين؟ ده الشيخ الرئيس ابن سينا صاحب كتاب القانون، القانون في الطب. هنعرف برضو ايه علاقته. طب ادي فلويد ايه؟ انا خلاص عرفت هحسب الديفيسيت مايلد مودريت سيفير 50-70-100، وهحسب المينتننس اول 10 تاني 10 بعد كده، وعندي ماكسيمم. حدي نورمال سلاين فور انيشال ريهايدريشن، مضاف لي كل ازازه نورمال سلاين 20 ملي مول من البوتاسيوم كلورايد، وونس ان البلاد جلوكوز نزل لل 250 هقلبه الى جلوكوز 5% في نورمال سلاين. المربع ده هو ال 20-20 موديفيكيشن. انه قال لك استنى شويه، لو البوتاسيوم عالي استنى شويه لما البوتاسيوم يبتدي يدخل في النورمال رينج. ماشي، وده منطقي. مش عارف احنا معانا السلايدز بتاعت البوتاسيوم ولا لا. لما يطلع اخونا ده هيبقى بيدينا براكتيكال تيب حته صنعه. يعني احنا قلنا بعد الجلوكوز ما ينزل ل 250 هنستعمل انهي فلويد؟ جلوكوز 5% النورمال سلاين. ده موجود؟ موجود. مش دايما. لو مش موجود نعمله ازاي؟ لو مش موجود هنعمله ازاي؟ هنجيب ازازة الخمسة في المية، ناخد منهم 50 ملي نرميهم، ونحط 50 ملي من ديكستروز او جلوكوز 50%. دي هتطلع مظبوطة، هيطلع كده سلاين 5% في نورمال سلاين. ارجعها؟ حاضر. طيب انا عايز اعمل كونسنتريشن ايه؟ عايز الفاينل كونسنتريشن يبقى 5% جلوكوز مع نورمال سلاين. كويس، فانا هجيب النورمال سلاين اخد منه 50 ملي ارميهم، واخد 50% جلوكوز 50 ملي من 50% جلوكوز احطهم. دول بقوا دلوقتي كم ملي؟ اتخففوا كم مره؟ 10، لان ال 50 بقوا 500، وهو التركيز الاصلي كان كام؟ اقسم على 10. طيب ما هو النورمال سلاين قل مش قوي، يعني لو 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 كنا حنبليين قوي بقى 9 من 10 بقى 8 من 10، بس شغاله برضو. اوكي، لو الفارماسيست اللي هيعمله لحضرتك طبعا مسموح تحت اللامينر فلو وكل حاجه، بس احنا بندي تولز يا دكتوره سونيا تناسب كل الريسورسز. البروفيسور هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا ان البلازما اوزمولاريتي لها جناحان، الجلوكوز والصوديوم. وانا عايز زي الشريحه اللي طلعت بتلعب من شويه دي، عايز الاوزمولاريتي تقل بالتدريج. فلما البلاد جلوكوز يقل منطقي ان انا ابقى عايز الصوديوم ايه؟ او اتليست يفضل كونستنت. فمش من مصلحتي ان الصوديوم يقل وانا بعالج. فعيني على الصوديوم، عيني على الصوديوم نفسه، لا عيني على الكوركتد سيرم صوديوم اللي بيتحسب بالمعادله دي. مش هنقف قدامها كتير، انما مهم ان احنا نبقى عارفين ان السيرم صوديوم ان بريزنس اوف هايبرجلايسيميا ما هواش السيرم صوديوم العادي. ان الكل 100 ملي جرام برسنت زياده في الجلوكوز السيرم صوديوم هيقل. كويس، فننشور انه السيرم صوديوم يكون بيزيد. ده خلاص احنا قلناه. Failure of rise of the corrected serum sodium during treatment of DKA is a major risk factor for cerebral edema. ما بنبصش كتير
2 minutes ممكن. مين دي بقى؟ دكتور أسامة مشي ما حدش يعرفه. حد كان بيقول حاجة صح هنا؟ لا لا حد قال إشواريا راي صح؟ إشواريا راي ممثلة هندية شهيرة. وضع البوتاسيوم اتكلمنا عليه 20 ملي مول بوتاسيوم في كل إزازة نورمال سلاين. لو السيرم صوديوم لو السيرم بوتاسيوم أعلى من النورمال أصبر شوية لغاية هو كده كده مع الكوريكشن أوف أسيدوزيس هيقل. اول ما يخش على النورمال رينج يبتدي يضيف البوتاسيوم بتاعه. هايبوكاليميا شود بي فيجرسلي تريتد ان بيشنتس وذ دي كي اي. ايه كات اوف بوينت بتاعك؟ الجايد لاينز بتقول 3. احنا بنسمح لنفسنا عشان احنا جبنا شويه ان احنا بنعالج من 3.5 كويس. نص ملي مول بير كي جي يستحسن ان هو يكون في سنترال لاين عشان اديه في سمولر فوليوم. يا مسهل مين اللي هيطلع؟ مشهورة دي كيت وينزلت. جنسيتها ايه كيت وينزلت؟ طيب تايتانيك انجليزية. كيت وينزلت انجليزية بالظبط، النجمة الشهيرة لتايتانيك. الانسولين احنا بقالنا كام بنتكلم؟ ادينا انسولين والدكتور للاسف انه كان قاطعينه قبل ما يجي. ده 2015 ولا 2020؟ ده 2009. الانسولين ثيرابي شود نوت، قول تاني، شود نوت بي ستارتد اكسبت افتر ات ليست 1 اور من الانيشيشن اوف انترافينوس فلويد ثيرابي. ما تستعجلش في الانسولين، مجرد تصليح الديهايدريشن هينزل البلاد شوجر. مفيش فلويد، مفيش انسولين بولس. خناقه كبيره بين المتخصصين، الستارتنج دوز 0.1 يونت بير كي جي ولا 0.05 يونت بير كي جي. هوريكم دي فوق 2009. في 2009 كانوا بيذكروا ال 0.05 كانها يعني ايه believed by some to be adequate. في 2015 لا 2015 مسكوا العصايه من النص، قال لك معاك الايه؟ النص التو دوزز. 2020 قالوا ايه؟ 5%. قالوا they felt ان ال 0.05 was adequate for almost all cases. نفخر ان احنا الحمد لله من بوينت من 2004 ما بدأناش اي عيان دي كي ايه غير على 0.05، برضو عشان احنا ايه؟ مش بريف انف. هتقول لنا ايه يا استاذ صنايعي انت؟ اركب الانسولين ازاي؟ 50 ملي نورمال سلاين في سرنجه 50 ملي عليهم 50 يونت من الاكت رابت، يبقى الملي فيه ايه؟ واحد في واحد خلاص. ونشوف احنا عايزين ندي 1/10 يبقى ندي 1/10 وهكذا. كلنا عندنا سيرنج بامب الحمد لله بقى منتشر. اللي ما عندوش يعمل ايه؟ اللي ما عندوش يجيب الازازه ال 500 ويحط فيها 50، بس هيبقى الكونسنتريشن كام؟ 1/10 يونت. وعشان البلاستيك بتاع الازازه البلاستيك بيمسك الانسولين، ارمي 100 ملي في الارض، فلاش 100 ملي، والا هيحصل ايه؟ هتفضل تلاقي مفيش ريسبونس مفيش ريسبونس، لان كل الانسولين اللي معدي بيمسك فيه وانت قاعد ترفع الانسولين انفيوجن وفجاه يروح واقع منك. نتجنبها ازاي؟ ان احنا نرمي 100 ملي انسولين في الارض. ده صعب شويه. هالي بيري بايكربونات قصتها بسيطة جدا. don't give bicarbonate rarely if ever necessary only in presence of myocardial suppression. طب افرض الاسيدوزس ما بيتصلحش،
قدامنا لستة الأسباب. insufficient insulin، insulin بايظ في مصر كتير جدا، ساعات نشيل التركيبة ونحط تركيبة تانية نبتدي نتحسن. الفلويد محسوبة غلط، راجع نفسك تماما. بس أنا عايز أقف عند الهايبر كلوريميك أسيدوزس. احنا بندي كمية كلورايد في الولاد دول عاملة ازاي؟ خطيرة، كتيرة جدا. الكيدني لما بتعرض عليها الكيتون بوديز والكلورايد بتختار انها تكسكريت الكيتون بوديز وتاكيوميوليت الكلورايد. فالهايبر كولوريميا في الولاد دول مالها؟ از كومون. والكلورايد هذا ان اسيديفاينج افكت، يخلي البيز افكت، ما البيز اكسس ما يتحسنش. يبقى البيز اكسس لو ما بيتحسنش ممكن يكون جواه جزء مرده لمين؟ اعرفه ازاي؟ اعرف ازاي اذا كان البيز اكسس كيتون بوديز ولا كلورايد؟ قيس الكيتون بوديز. ما عنديش كيتون بوديز، العب المعادله دي. البيز اكسس ديو تو كلورايد بيساوي الصوديوم ناقص الكلورايد ناقص ال 32. يبقى عندي بيز اكسس 20، عايز اعرف جواه كلورايد قد ايه؟ طبق معادلتك. انا خلصت. شارون ستون مش كده؟ مش هتكلم على المانجمنت اوف كومبليكيشنز، هقف بس عند مسج انه برين اديما از كلينيكال دايجنوزس. شباب في الباك، برين اديما از كلينيكال دايجنوزس، لا هي باب الاديما ولا هي سي تي اسكان. اسوأ شيء ممكن تعمله للعيان ده لما يحصل له سيجرز ان انت تفقد البيوبيلاري ريسبونس عشان تعمل له دايلاتيشن ويبقى سايكلوبليجيك خلاص، او ان انت تبعده عن عينك انت وتحطه جوه مين؟ جوه السي تي. فما تبعتوش لا سي تي ولا تبعته يعمل فاندس. سيريبرال اديما از كلينيكال دايجنوزس. شفنا عمر الشريف من مصر واشواريا من الهند واخونا انتوني كوين وزوربا اليوناني وكيت وينسلت من انجلاند وكان الشيخ الرئيس ابن سينا بيمثل الحضاره الاسلاميه. الناس دول ميد ذا هيستوري اوف دايابيتس. الحضارات دي ميد ذا هيستوري اوف دايابيتس. الفراعنه اللي عمر الشريف مثلهم وصفوا الدايابيتس، اليونانيين، الهنود، الانجليز، كل دول كان ليهم كونتريبيوشن في الهيستوري اوف دايابيتس. الشيخ الرئيس ابن سينا وصف الابنورمال ابيتايت مع الدايابيتس. انا خلصت في التلاتة دول. ما جاش سيرتهم، هما ايه علاقتهم بالدايابيتس؟ هما نفسهم دايابيتك as children وما منعهمش ان هما يبقوا beautiful و gorgeous و successful. So treat your diabetics well and you get a good result. Thank you very much.